فيك أبو عبد الله، يعني خسارة غير متوقعة غير متمنى أيضا منكم، التأثير المباراة السابقة كان لها تأثير على مجهودكم اليوم، أم هي الثقة بحكم نتائجكم السابقة أمام نادي الاتحاد أثرت عليكم في أدائكم اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الحمد لله على النتيجة، لك مبروك لنادي الاتحاد، أرد لك لنا لساتنا بأول طريق مثل ما تفضلت. أكيد يعني الفريق ما أخذ الراحة الكاملة لآخر مباراة لعبناها ضد النصر، كان في مجهود كان في تعب، كما تمرنا ولا تمرين يوم ريكفري احنا ما تمرن مع المجموعه، لكن هذا مو عذر، الحمد لله على كل شيء، لساتنا باول الطريق، وهذه كره القدم يعني فوز وخساره. على مستواك الشخصي دائما الهداف له لمسه في المباراه حتى وان كان مجهد. اليوم اذا حسبت لك عمر ككره خطيره، احسب لك كره اليوم واحده كانت في الشوط الثاني. تاثير المجموعه على عمر، ام عمر كان متاثر مع المجموعه؟ لا احنا مجموعه كامله يعني ما حدا يتاثر لوحده، لا بالعكس، بالعكس احنا لعبنا وخطرنا يعني اكثر من كره. لكن ما توفقنا، استغلوا فرصتين اخذوا سجلوا منها هدفين، مو مقياس يعني انه انا مهدئ يعني فرصه، احيانا المهاجم ما تجي ولا فرصه، واحد فرصه واحده يسجل منها، هو بالنهايه توفيق، لكن انا اليوم لعبنا وحاولنا لكن ما توفقنا الحمد لله. اليوم لو كان فزتوا كان ممكن اخذتوا صداره الدوري؟ لسه بكير على الصداره، ثالث جوله بكير على هذا الكلام. يعطيك العافيه حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا للكابتن عمر السومه مهاجم النادي الاهلي، ونشكر ايضا